خارجية هي الأولى للرئيس الأمريكي الجديد الذي لا يتوقف عن إثارة الجدل، وهو يستهل نشاطه الخارجي بزيارة مزدحمة بالدلالات للمنطقة العربية، بدأت بالسعودية، تلتها إسرائيل، ثم الضفة الغربية والقدس، وذلك في وقت تزداد فيه الأمور تعقيدا في بلاده، ومع صراع متنام بينه وبين مؤسسات الدولة يشهد نزيفا في شعبيته ورجاله المقربين. فكيف ينظر إلى جولة الرئيس الأمريكي الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط؟ وكيف تأثرت الجولة بأزمات الرئيس الأمريكي الداخلية مع مؤسسات الدولة، وكيف ستؤثر عليها؟ كيف يمكن قراءة توجهات ترامب بشأن القضية الفلسطينية في ظل زيارته للقدس والضفة الغربية؟ وما هي سيناريوهات مستقبل التوازن الإقليمي في المنطقة في عهد ترامب؟ مشاهدينا السلام عليكم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة. نناقش فيها اليوم الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نرحب أولا بضيوفنا هنا في استوديو الدوحة، دكتور مروان قبلان، مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور خالد بطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، الدكتور أسامة أبو رشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، والدكتور عدنان هياجنة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. ولكن قبل أن نبدأ النقاش، نستعرض أبرز المحطات في أولى الجولات الخارجية للرئيس الأمريكي في هذا التقرير. الكثير من الرمزية والدلالات حملتها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، ثبتتها خطاباته فيها وتصرفاته المفاجئة اللامتناهية. اختار ترامب المملكة من أجل إجراء زيارته الخارجية الأولى، متناسيا تصريحاته المثيرة للجدل خلال حملته الانتخابية، حيث لم يدع بابا في مناهضة الإسلام إلا طرقه، وعمد دائما إلى مهاجمة السعودية. لم يحتج دونالد ترامب إلى وقت طويل حتى يغير من مواقفه تجاه الإسلام، وفي الرياض عقد اجتماعات ثنائية وألقى خطابا في قمة جمعته بقادة 55 بلدا إسلاميا. عنوان الزيارة الأمريكية إلى السعودية كان واضحا، تلخص في الاقتصاد والأمن ومواجهة إيران. أراد ترامب من خلال خطاباته في الرياض أن يظهر أن هناك استراتيجية جديدة بخصوص الشرق الأوسط بدأت تتشكل في مخيلة الإدارة الأمريكية. سعى ترامب بصفته رجل أعمال ناجح ينظر إلى العلاقات الدولية من منظور المساومات والمكاسب، إلى مضاعفة ضغوطه لاقتناص الحد الأقصى من الأوراق الرابحة من جولته الشرق أوسطية. نجح اقتصاديا في وقت عانت السعودية من سياسة سلفه باراك أوباما، والتي نتج عنها تعزيز قوة إيران وقدرتها ووزنها في المنطقة، ما جعل السعودية تزيد من سخاء عقودها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يهدف ترامب من خلالها لإطفاء قضايا كومي وفلين وملف علاقاته مع روسيا وأزماته الداخلية الذي بات يحكى أنها قد تتسبب في عزله. أبدأ معك دكتور خالد بطرفي، كيف يمكن تقييم الجولة الأولى للرئيس الأمريكي الجديد خارج الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج بشكل خاص؟ أعتقد أنها كانت فرصة للرئيس الأمريكي الجديد الذي كان يبدو أنه عنده تصور مختلف عن الواقع في مرحلة الانتخابات، ولكن بعد أن وصل إلى البيت الأبيض وأتيحت له الفرصة للتواصل مع المسؤولين السعوديين،
ثم جاء إلى المملكة العربية السعودية، واضح أنه هو يعني تغير تفكيره تماما تجاه ليس فقط العلاقات مع المنطقه او السعوديه، ولكن حتى الموقف من الاسلام والمسلمين والقضايا العربيه. يعني انا قرات تعليق في احد الصحف الاجنبيه انه في 7 كلمات القاها في اسرائيل، في 6 منها كان يثني على الملك سلمان، حتى انه جورج سليم تايمز كانت تعلق ان على الاسرائيليين ان يغاروا من هذا التقارب السعودي الامريكي، وان اختار السعوديه لتكون محطته الاولى. ولكن حتى في ذلك مبالغه دكتور بطر، في ان يذهب الرئيس من النقيض الى النقيض في مواقفه وتصريحاته. عاده لما تكون في الانتخابات انت تزايد لكسب الاصوات وتكون بعيدة عن الصورة. أنا أذكر كلمة لشارون عندما سئل لماذا تغيرت مواقفك، قيل له من يعني اليهود المتطرفين الذي كان يعني هم أكثر من انتخبوه وأكثر من أيدوه، فقال من وراء هذا المكتب تبدو الدنيا مختلفة. فما في شك أنه مجرد اليوم الأول الذي يجلس فيه على الكرسي ستأتيه تقارير من كل الجهات المعنية، من CIA، وكالة الأمن الوطني، من البنتاغون، من الدفاع، من الخارجية، ومع الوقت ومع يعني إحاطة المستشارين المقتدرين الخبيرين حوله يستطيع أن يتصور الأمور ويتصور ويرى العالم بشكل مختلف. ولا شك أنه هو يعني غير من كثير من مواقفه بعد أن تولى الرئاسة، وأقول أنه أيضا السعودية ساهمت في ذلك التغيير. يعني عادل الجبير راح أكثر من مرة، في كل مرة كان يبقى أسبوعين على الأقل للحديث والتواصل مع الإدارة الأمريكية، مع الرئيس الأمريكي، مع الكونغرس، مع الجمهوريين إلى آخره. أيضا زيارة الأمير محمد بن سلمان لا شك لها دور كبير في تغيير يعني نظرة الرئيس الأمريكي لكثير من الأمور، ومهدت لهذه الزيارة وللقمم التي حدثت. وردت فعل العالمين العربي والإسلامي عموما على تصريحاته ومواقفه التي أعلنها أثناء حملته الانتخابية وأيامه الأولى في البيت الأبيض، سنعود إلى ذلك دكتور مروان قبلان. هل أعاد ترامب الولايات المتحدة إلى المنطقة بعد أن كانت تقريبا خرجت منها في عهد أوباما؟ نعم، نستطيع أن أقول ذلك، وعاد بقوة إلى المنطقة، لأنه من وجهة نظري هذه المنطقة التي تحقق له أكبر مردود ربما في العالم. يعني إذا قارنا بين منطقة الشرق الأوسط وكل مناطق العالم الأخرى، أنا أعتقد ليس هناك منطقة يمكن أن تقدم له المردود الذي تقدمه له المنطقة العربية على مستويين، على المستوى المادي جاء وحصد يعني عقود بمليارات الدولارات في الوقت الذي يعاني فيه من مصاعب سياسية جمة في الداخل الأمريكي، ومن جهة أخرى أنا أعتقد أنه حقق أيضا مكاسب سياسية كبيرة، لأنه كما لاحظنا جولته وكأنه يريد أن يقول بأنه هو الشخص القادر على أن يصنع السلام الذي عجز عنه كل الرؤساء الذين سبقوه من خلال زيارته للسعودية ثم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأنا أعتقد أنه مجموع المردود الذي حققه سواء من جهة لأنه لا تنسي بأن ترامب صحيح أنه غير مواقفه، لأنه موقعه يعني رؤيته لعالم السياسة من موقع المسؤولية مختلفة عن رؤيته لعالم السياسة من موقع المرشح، لكنه أنا أعتقد من جهة أخرى هو يتعامل مع عالم السياسة كما يتعامل مع عالم المال والأعمال. يعني هو مستعد أن يغير مواقفه تبعا للمردود أو تبعا للمصلحة التي يمكن أن تتحقق له. وأنا أعتقد بزيارته للمنطقة أنا برأيي يعني حقق نتائج اقتصادية وسياسية كبيرة من وجهة نظري، يمكن أن تساعده كثيرا في مواجهة المشاكل التي عمليا تطارده داخل الولايات المتحدة. نحن نعرف بأنه يواجه مشكلات كبيرة يمكن أن تؤدي به إلى يعني موارد صعبة، خاصة التحقيق الذي يجري حاليا بعلاقة فريق الانتخابي. سنصل إلى ذلك كيف، لكن بالاختصار يبدو كأنه هرب من مشاكله الداخلية إلى هذه المنطقة ليحل جلة. دكتور عدنان، هيجنا أكثر من 50 مسؤول رفيع من العالمين العربي والإسلامي اجتمعوا في الرياض في فرصة نادرة رغم صعوبة المرحلة ودقتها سياسيا وأمنيا، وحتى الخلافات البينية بين أكثر من رئيس أو زعيم. يعني من استفاد، هؤلاء أم ترامب الذي اجتمع كل هؤلاء حوله حول فكرة ما، السلام، الاعتدال، محاربة الإرهاب وغير ذلك؟
يعني الحقيقة زيارة ترامب هي زيارة لكل دول العالم، يعني اجتمع في القمة الأولى مع أكثر من 50 رئيس دولة، ثم اجتمع في قمة الناتو مع أكثر من مع حوالي يمكن 28 رئيس دولة، وبالتالي سيجتمع مع دول الجي 7. يعني هي مرحلة في المنطقة في منطقتنا العربية، في منطقتنا إلى حد كبير. بتتكلم عن المؤتمر الذي عقد في الرياض، مؤتمر تم فيه تحديد كثير من الأولويات، وهذه الأولويات كانت موجودة من قبل حتى في إدارة أوباما، من حيث الخطر الإيراني وكيفية التعامل معه، من حيث مسألة التعامل مع الإرهاب. لكن حقيقة يعني ما المأخذ الكبير انه يعني الكل يعني يحاول ان يقول انه نجح، لانه الخطاب يعني اثنى على كل القيادات العربية على كل الجهود التي تتم في مسألة محاربة الإرهاب. لكن الانتقادات التي وجهت الى اذا هذا الخطاب والى هذه الزيارة التي اتت من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بالاعتماد على الدراسات التي تصدر بشكل دوري عن وزارة الخارجية الأمريكية. الخطاب تألف من حوالي 3400 كلمة، لم يذكر فيه اي مسألة عن قضايا التي تحارب الإرهاب. الأسباب التي أوجدتها الدراسات العلمية التي تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقول ان اسباب الإرهاب ليست لها علاقة بالدين، الإرهاب ليس له علاقة بكثير من القضايا التي ذكرت بالإرهاب. فبالتالي يعني نجح في تحديد القضية الأولى وهي قضية الإرهاب التي تهدد العالم ولا يوجد أي اختلاف عليها، لكن كيفية المعالجة، كيفية المعالجة، يجب أن الإرهاب يحدث في الدول التي لا تحترم الكرامة الإنسانية، الدول التي يكثر فيها الفساد، الدول التي لا يوجد فيها ديمقراطية وحرية. وبالتالي لم يأتي أي ذكر على هذه القضايا في هذا الخطاب يعني بشكل محدد. وبالتالي يعني من وجهة نظر شعبية يعني نجد انه التجربة الأمريكية يعني الى حد كبير تجربة ملتبسة في المنطقة. كثير من الإرهاب الذي يحدث في المنطقة يحدث في دول فاشلة مثل سوريا ومثل العراق، مثل أفغانستان، مثل اليمن، إلى حد كبير يعني تتراجع فيها الفعالية والشرعية. لو نظرنا إلى الأسباب الحقيقية لماذا فشلت هذه الدول، فشلت هذه الدول إلى حد كبير بعد التدخل الأمريكي، خاصة في ليبيا وخاصة في العراق. معظم العمليات الإرهابية وقتل المسلمين حتى عندما عاد إلى النسب المئوية التي ذكرها ترامب في خطابه، إلى حد كبير هي تحدث في العراق وفي سوريا. وبالتالي يجب أن تكون الاستراتيجية واضحة في كيفية التعامل، ليس فقط تحديد الأولويات ترتيب هذه الأولويات. هو في كل الأحوال وحتى خلال حملته الانتخابية كأنه نأى بنفسي عن كل الأزمات التي نشأت في عهد أوباما، ووعد بأنه سيغلق ملفات كل هذه الأزمات. سنرى كيف. في الأثناء أعود إليك دكتور خالد بطرفي، أوباما على الأقل رغم يعني تبرم الكثيرين منه كان واضح رجل ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان، بإرساء الديمقراطية، بناء الدول إلى غير ذلك. هذا الرجل ترامب يعني شتم وهدد وتوعد ثم انقلب على كل ذلك وعاد إلى هذه المنطقة. لست أدري أو لست واثقة من الصفة، هل عاد صاغرا أم عاد يعني نافخا صدره؟ عاد من أي باب؟ المصلحة أم ماذا؟ فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي الداخلي أو حتى بصورته الشخصية. أنا يعني لا أتفق مع أن أوباما كان واضحا، بالعكس أنا أعتقد أوباما كان يؤمن بالغموض الإيجابي، كان على يعني يكفي أنه 5 سنوات وهو على تواصل مستمر مع إيران، وفي العلن أمريكا ما زالت على مواقفها القديمة الصلبة من إيران. ثم فوجئنا جميعا بأنه كان على تواصل خفي مع إيران، وكنت أعتقد إلى آخر لحظة وهو هناك اتفاقات سرية بينه وبين إيران لم تعرف حتى الآن، ولكن كنا نرى نتائجه. فأنا أعتقد بالعكس يعني ترامب واضح وصريح، هو هذه اللحظة مقتنع ببناء السور مع المكسيك، ربما غدا يجد أن تكلفة السور تكلفة عالية جدا ثم يغير رأيه. هو رجل أعمال في النهاية، أو جاء على الأقل من بيئة الأعمال. المشروع الذي لا ينجح يعني cut your losses and get away، لكن ده واحد موظف وسياسي يعني متعود انه هو الامور تمشي يعني عفى الله وعما سلف في كل ما نطق به في حق المنطقة وثقافتها ودينها وغير ذلك. انا لا اعتقد انه شتم المنطقة، بالعكس انا كان في موقف الصلب عندما يقول تطرف
التطرف العنفي الإسلامي. يعني ما معنى ذلك؟ إحنا نختلف في المصطلحات، ولكن الإسلام ليس حق خاص بالمنطقة، هو حق 1500 مليون مسلم مثلهم 55 رئيس دولة وزعامتها في المنطقة في 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 دكتور بطرفي، وغير في خطابه الأخير من لغته. لكن أنا أعتقد أنك تقصدي بالنسبة لسياساتي في المنطقة. سياساتي في المنطقة كانت واضحة، قضية اليمن، قضية إيران هي السياسة القضية المركزية، قضية سوريا أعتقد أن مواقفه لم تتغير، بالعكس ازدادت وضوحا وصلابة بعد أن وصل إلى السلطة. أنا أعتقد لا توجد سياسة خارجية لغاية الآن يعني هي عبارة عن مواقف، لننتظر ونرى. يعني إدارة ترامب تعاني من مشاكل كبرى، سواء مشكلات داخلية أو مشكلات خاصة في وزارة الخارجية. لديه وزير خارجية لا يعرف شيء كثير. ترامب خاصة حتى كشخص لا يعرف الكثير عن مواقف وزارة الخارجية. جاء بكيسنجر إلى البيت الأبيض ليعطيه بعض الدروس، وجاء بكثير من الخبراء ليعطوه بعض الدروس قبل زيارته إلى المنطقة. ليس كان يفترض أن يفعل ذلك وهو وهو يرشح نفسه يعني لرئاسة أكبر دولة في العالم، ليس لديه وليس وهو في البيت الأبيض، ليس لديه من الصبر ليتعلم. يعني يتكلم عن هذه القضايا، قضايا الشرق الأوسط قضايا معقدة وبالتالي تحتاج من الكثير من التفكير. حتى وزارة الخارجية تعاني من مشكلات كثيرة، معظم الوظائف الحساسة في وزارة الخارجية لم يتم تعبئتها للآن، معظم السفراء لم يتم تعيينهم لغاية الآن، حتى بالنسبة لإدارة النصح هذا البيت الأبيض يعاني من مشكلات كثيرة في التسريبات. دائرة النصح هي دائرة عائلية أسرية، جيرد كوشنر ابنته إيفانكا، ويعني ليس لديهم من الخبرة الكثيرة على السياسة. شركة عائلية يعني تناسب رجل أعمال. دكتور تفضل. فقط في نقطة، أنه ليس بالضرورة أنا برأيي أن يكون الرئيس الأمريكي على معرفة أو اطلاع على يعني قضايا المنطقة أو قضايا، يعني كثير من الرؤساء الأمريكيين جاءوا من ولايات، يعني إذا أخذنا على سبيل المثال جيمي كارتر لم يكن لديه اطلاع كبير على السياسة الدولية والخارجية. لكن هو محيط عادة نفسه بمجموعة كبيرة من المستشارين الخبراء المساعدين إلى آخره. لكن هذا الرجل حتى الآن هناك تعيينات كما ذكرت، يعني كثير من التعيينات في مناصب حساسة سواء في الخارجية أو حتى في البيت الأبيض، حتى الآن هناك مئات المناصب ربما التي لم يستطع أن يملأها، رغم أنه يعني في الشهر الرابع أو الخامس الآن من رئاسته. طيب دكتور أسامة صامت إلى حد الآن بانتظار السؤال المهم. هذه الجولة إلى أي مدى وأنت تراقبها تأثرت بالمشاكل الداخلية التي طاردت الرئيس في 100 يوم الأولى؟ نعم، هي تأثرت كثيرا وستؤثر، وسنرى أثرها الحقيقي، وهو يرتبط ببعض الكلام الذي قيل الآن، وأنا أخالف في الدكتور خالد. ترامب لم يأتي واضحا، ترامب جاء مسوقا لوعده أمريكا أولا، ومسوقا لنفسه بعد في خضم البيئة التي يعيشها داخليا في الولايات المتحدة. الرئيس في الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي، صلاحياته الداخلية محدودة. أيضا هذا الرئيس لديه هذه المشكلات الكبيرة الآن التي قد تفضي إلى عزل، لا أقول أنه سيعزل، قد تفضي إلى عزل. الآن محاموه بدأوا يسألوا عن إجراءات العزل، هو بدأ يتعاقد مع محامين من خارج البيت الأبيض، رئيس الاستخبارات الوطنية ومدير وكالة الأمن القومي رفض أمر منه في اليوم الذي سافر فيه، كشف عن أنه ما رفض أمرا منه بأن يخرج ويقول بأن تحقيقات الـ FBI عن علاقات مفترضة بين حملته الانتخابية وبين روسيا غير صحيحة، رفض هذا الأمر منه. أيضا الآن هناك طلب من لجنة الاستخبارات، اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لوثائق من حملته، إذا كانت هناك أشرطة مسجلة، وهو الذي فضح نفسه أنه قد تكون هناك أشرطة مسجلة عندما حذر جيمس كومي وزير أو مدير الـ FBI السابق بأن لا يتكلم. فإذا هذا رجل الآن يعيش أزمة حقيقية في الداخل الأمريكي، وليس له كثير من الحلفاء. نعم، ليس لديه كثير من التعيينات السياسية لم تتم إلى اليوم، أغلب التعيينات
التي الذين يقومون بالعمل هم من حقبة باراك أوباما، هو يتهمهم بأنهم يعطلونه. الناطق باسم البيت الأبيض قال أن هذا تمرد الدولة العميقة بين قوسين على هذا الرئيس، بدل أن يجفف المستنقعات كما قال مستنقعات واشنطن هي تغرقه، فهو أراد أن يخرج خارج الولايات المتحدة. ولذلك شبهت الجولة في نظر مراقبين أمريكيين بالمحطة لتجاوز ترامب أزماته الداخلية على الأقل فيما تبعناه. هل سمح له باستراحة المحارب؟ هو أخذ استراحة، المشكلة أنه وهو يأخذ الاستراحة ويتلقى هذا الاستقبال الحافل الدولي، هو زعيم الولايات المتحدة، هذا ليس أي شخص، لكن مشاكله تتحرك في الداخل الأمريكي، لا زالت هي هي. ثم يعني عندما نقول أنه هو واضح، طيب واضح في أنه يريد عزل إيران، هذا كلامه، لكن نفس وزارة الخارجية هي التي مددت رفع العقوبات عن إيران وقالت أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي. هو واضح أنه يريد الآن أن يعاقب إيران ويقطع أذرعها. طيب وزير دفاعه ووزير خارجيته ومستشار الأمن القومي يقولون أن الاتفاق النووي مع إيران في مصلحة الولايات المتحدة، ثم يقول أننا سنكون أكثر وضوحا في سوريا. طيب أكثر وضوحا، أي وضوح؟ أنك لن تسقط نظام بشار وأن الأنظمة الدكتاتورية أحسن، هذا كان موقف. ثم أنك قصفت مدرجات مطار الشعيرات العسكري بصواريخ تماهاك التي يقول العسكريون أنها لا تؤدي إلى إعطاب المدرجات وإنما تحدث يعني دمار، أراد أن يوصل رسالة سياسية، هذا ما يقول عسكريه، أراد أن يوصل رسالة سياسية وليس معاقبة النظام. إذن نحن لا نتحدث عن وضوح، نحن نتحدث عن رجل يتخبط في سياسته الخارجية. وبالمناسبة هذا الكلام ليس كلامي، عندما يسأل مستشار يعني عندما يتكلم الخبراء في الولايات المتحدة يقولون نحن نتحدث عن إدارة في حالة فوضى، لأن عندنا صراع. طيب هذا الخطاب الذي ألقاه كتبه ستيفن ميلر، ستيفن ميلر يؤمن بالفاشية الإسلامية، هذا الخطاب خضع الآن لتأثير ماكماستر مستشار الأمن القومي. طيب ترامب والذي يبدو أنه هو مهندس هذه، لا لكن لاحظ أنه في الخطاب أو أبرز مهندسي يعني هذه الجولة. بس أعطيك معلومة أخيرة وأنهي عندها، حتى نرى حجم التخبط داخل هذه الإدارة، حتى لا نقول واضحة. الخطاب ينص على التطرف إسلاميين وأزمة إسلاميين، ولا يتحدث عن تطرف إسلامي وإسلام، هذا عكس خطابه أنه الإرهاب الأصولي الإسلامي، هذا مقصود. خرج عن النص، عندما خرج عن النص سئلت مسؤولة في البيت الأبيض قالت خرج عن النص لأنه متعب منهك من السفر. طيب هل هو فعلا متعب ومنهك؟ أم أنه فعلا خرج عن النص بتأثير؟ دكتور برشيد يعني حتى نعكس أكثر من وجهة نظر، هناك فعلا من الداخل الأمريكي من رأى أنه 8 أيام كاملة في جولة أولى خارجية لرئيس يعني منهك بكل هذه المشاكل كثير على رجل مثل طيب مثل يا سيدي، ما احنا لماذا لم يراعي مهندسو هذه الجولة؟ هذه المسائل المهمة. النقطة أنه نحن نتعامل مع شخصية يقول هو قال ناطقوه باسم البيت الأبيض قالوا أنه تم عزل كومي وهو في البيت الأبيض قبل أن يسافر بسبب مذكرة نائب وزير العدل الذي قال أنه تدخل في الانتخابات، ذهب إلى مقابلة الاي بي سي قال عزلته because of the Russian thing، عزلته بسبب قضية روسيا. صحيح. اليوم قد يعزل بسبب أنه هل هناك تعويق للعدالة ولا لا. نحن مرة أخرى قد يكون فعلا منهك. أنا ما أردت أن أقوله أنه نحن نتحدث عن حالة فوضى لا أحد يستطيع أن يجمع شعثها، وهذه هي المعضلة الأكبر. ولذلك عندما يأتي ترامب، أنا سيبقى عندي سؤال وسأبقى أطرحه، هل هذا يمثل الدائرة المحيطة بترامب ويريد أن يعكس صورة الزعيم الهارب من مشاكله، أم أن هذا توجه لدولة اسمها الولايات المتحدة؟ بذلك ولا يخفي دكتور مروان، فقط أذكر بما قاله قبل يومين من بدء جولته في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب نتطلع لوضع هذا الموقف برمته خلف ظهورنا، مسألة التدخل الروسي، عزل مسؤولين إلى غير ذلك. هل نجح في ذلك ولو جزئيا؟ أعتقد لن يتمكن من ذلك. أنا أعتقد أنه يجب أن نفصل بين أمرين أساسيين. ترامب في الخارج يعامل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن مشاكله الداخلية، في الداخل موضوع آخر، تحقيقات مستمرة، تحقيقات جارية، هناك محقق خاص عينه الكونغرس، وأنا أعتقد أن هذه القصة سوف تذهب إلى أبعد مدى من وجهة نظري، يعني قد تنتهي بإجراءات معينة، لكن أنا أعتقد بأن ترامب
بدأ يدرك صعوبة هذا العمل الذي يقوم به وهو منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. حتى هو نفسه بدأ يتحدث عن أنه هذا عمل لم يتوقع. هذا يعني في يعني هذا الرجل جاء من موقع مختلف، جاء من تجربة مختلفة إلى منصب لديه فيه مسؤوليات، في أعباء، في كثير من الأمور التي يعني لا تتناسب حتى مع شخصيته ومع طبيعته. أنا أعتقد هو حاول أن يحل المشكلة بأن يفوض الكثير من سلطاته في شؤون السياسة الخارجية والأمن القومي إلى الجنرالات الثلاثة الذين يحكمون في إدارته، أو على الأقل الشخصيات التي تحكم إدارته. مستشار الأمن القومي الذي لعب دور أساسي وكبير في تقريبا في السياسة الخارجية، ووزير الدفاع اللي بعتقد أنه يتولى على الأقل كثير من الأمور المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي، وكذلك الآن وزير الخارجية بدأ يأخذ إلى حد ما دور، ما هو وزير الأمن الداخلي فيما يتعلق بالأمن الداخلي للولايات المتحدة. هذه مراكز القرار عادة في الولايات المتحدة دكتور مروان. صحيح. يعني ليس جديد هذا الأمر على طول. مختلف هون، شخصية مختلفة. أوباما كان شخص مركزي جدا، يعني يصر على أن أبسط قرار في الشؤون الأمن الخارجية هو الذي يتخذ. يعني في البيت الأبيض. هذا صحيح. إذا أرادت طائرة معينة أن تقوم بقصف هدف على سبيل المثال في اليمن أو في أفغانستان، يجب أن يعودوا إلى الرئيس للحصول على موافقته. هذا الرجل قرر أن يريح نفسه من كل هذه المتاعب لأنه لا يريد أن يقرأ مذكرات المخابرات، لا يريد أن يقرأ التقارير. رجل لا يستطيع أن يفعل ذلك. يعني هو هذا كل ذلك يقودنا إلى أن هذا الرئيس لا يمكن الوثوق فيه. يا هذا الرئيس يغير رأيه، هذا الرئيس ليس لديه القدرة للتعلم، هذا ليس لديه الصبر، وبالتالي لا يمكن الارتهان إلى سياسة خارجية يمكن أن يقوم بها هذا الشخص. الأمر الآخر، السؤال، كيف لشخص أن يغير كل هذه التوجهات بعد خطاب؟ يعني عقليا وعلميا لا يمكن أن نقنع طلابي في الجامعة أن هذا الشخص وهذه المجموعة التي لديها مواقف معادية ضد الإسلام وضد المسلمين منذ أن كانت في الجامعة وأيامهم في الجامعة في أيام الشباب وتدرجوا على هذا طيب الأمر. طيب إذا كان هذا جزء من شخصية يعني ترامب، أيضا السؤال ينطبق على من يتقبلون هذا الانقلاب في المزاج وفي التصريحات والمواقف. على كل، ترامب يبدو أنه جاء في لحظة فارقة، السياسة الدولية معقدة جدا بالنسبة لإمكانياته وحتى إمكانياته الفكرية وحتى كل جسدية باختصار. النقطة الآن في التداخل بين الداخلي والخارجي، أن الزعماء الأجانب يسألون اليوم مدى تأثير هذه المشاكل الداخلية على قدرته على أن يقود خارجيا في موضوع الناتو، في موضوع تركيا، في موضوع سوريا، في موضوع إيران، في موضوع هل يملك رأس المال السياسي. هذه قضية يسألون هذا السؤال اليوم. المسألة الثانية، مثلا ستيف بانن تم إضعافه لصالح مثلا المؤسسة، نعم، لا جارد كوشنر لا يملك خبرة ولكنه ليس إيديولوجيا، نعم، لكنه صهيوني. مكماستر يمثل المؤسسة، جاء مستشار الأمن القومي على حساب مثلا ستيف بانن. في هناك صراع داخل الإدارة بين تيار الإيديولوجيين وبين تيار البراغماتيين أو المؤسسة. الآن هذا الصراع إلى أين سيفضي؟ الحزب الجمهوري غاضب، الحزب الجمهوري يقول هل يمكن أن يكون هناك يوم واحد دون فضائح سياسية؟ لا نستطيع أن نتقدم في برنامج الرعاية الصحية. على كل دكتور أسامة، سنصل إلى محاور تظهر مدى ربما محدودية هذا الرجل ومحدودية اطلاعه وإمكانياته الشخصية. نواصل النقاش مشاهدينا بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه الحلقة من برنامج تقدير موقف نناقش فيها الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لعل التفاؤل بفوز ترامب كان الشعور المسيطر على نتنياهو وحكومته، لا سيما بعد عهد من الفتور بينه وبين إدارة أوباما السابقة، إلا أن التأمل في استراتيجية ترامب تجاه القضية الفلسطينية وامتناعه عن التحرك العملي الصريح في دعم سياسات الاستيطان بل وحديثه عن استئناف عملية السلام قد يهدئ كثيرا من تحمس الإسرائيليين للرئيس الجديد. هنا اصطفت القيادة الإسرائيلية وفرش السجاد الأحمر. ليس الوافد إلى تل أبيب بالرجل العادي، فزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتظر منها الإسرائيليون كثيرا، أقله تلميحا جديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
هكذا وعد الرجل يوما حين كان مرشحا انتخابيا إلى البيت الأبيض، فأثلج صدور الإسرائيليين وكادوا يطوون بفرحهم ذاك مر السنوات العجاف الثماني التي طبعت علاقتهم مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. يعي الإسرائيليون جيدا كيف كانت العلاقات المتردية بين أوباما وبين رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، فأوباما فعل كل ما لا تريده إسرائيل، حقق في عهده الاتفاق النووي الشهير مع إيران، ثم أتت نهاية حقبته العام 2016 حاملة معها تلك الضربة الموجعة للسياسة الإسرائيلية الاستيطانية. امتنعت أمريكا أوباما يومها عن استخدام حق النقد الفيتو حول قرار يدين الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما عد سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في وقوف واشنطن ضد إسرائيل. وعده التغيير في سيد البيت الأبيض كان يحمل وعدا للإسرائيليين، فهم كانوا يحلمون بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي وصفها ترامب خلال حملته بالعاصمة الأبدية للشعب اليهودي. وليطمئن الإسرائيليون أكثر، نقل عنه مستشاروه خلال حملته الانتخابية أنه لا يعتبر المستوطنات أمرا غير شرعي. لكن الكلام هذا تغير قبل زيارته إلى إسرائيل، ففي حديث لصحيفة إسرائيل اليوم قال ترامب بوضوح: سياسة التوسع الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية ليست في صالح السلام. يغير ترامب في مواقفه كما يغير في لون بدلاته، وإذ توقع منه الإسرائيليون كثيرا قبل زيارته، فهم أمام زائر لم يقل شيئا سواء لناحية نقل السفارة إلى القدس أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو غض النظر عن الاستيطان، لكنه فعل لهم ما لم يفعله أي رئيس أمريكي آخر. وقف أمام حائط البراق في القدس الشرقية مصليا متأملا مسجلا مرة جديدة ما لم يسبقه إليه أحد، كونه أول رئيس أمريكي في التاريخ يزور الحائط أثناء توليه منصبه. مع نتنياهو تحدث ترامب عن السلام كابوس اليمين المتطرف، وحين زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم كرر الأمر ذاته، لم يذكر الدولة الفلسطينية، لم يذكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لكن البعض توقف عند تعامله مع عباس باحترام، بل إنه قد عامله كرئيس. طوى الرئيس زيارته التي استمرت يومين، تكلم فيها كثيرا ولم يقل شيئا، لذلك اجتهد عنه كثيرون في تفسير ما لم يقله، ولعل أبرز ما قاله المراقبون إنه سيعود إلى انتهاج السياسة الأمريكية التقليدية المتلخصة في إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، تجميد الاستيطان ووقف العنف. دكتور عدنان الهياجنة، هل اتضحت أي ملامح لتوجهات ترامب بخصوص القضية الفلسطينية، خصوصا من خلال زيارته للقدس والضفة الغربية؟ يبدو أنه يعني القضية الفلسطينية يعني هي ستبقى القضية الأولى رغم كل الأولويات وإعادة ترتيب هذه الأولويات فيما يتعلق بالقضية اليمنية ومحاربة الإرهاب والقضية السورية وغيرها. يبدو أن كل التحليلات العلمية تشير إلى أن ما هو مطروح على الطاولة الآن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاستراتيجية الأمريكية هو العودة إلى الحل الذي طرحته المملكة العربية السعودية في مؤتمر بيروت في عام 2002، وهو الخطة العربية لنوع من عملية السلام، الاعتراف بإسرائيل مقابل قيام دولة فلسطينية. الآن يتم الحديث عن مصطلح جديد يتم استخدامه من قبل بعض المسؤولين في العالم العربي وفي الإعلام، هي إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وأن تكون العاصمة في القدس الشرقية، ولهذا يعني مصطلح يعني استخدم بشكل كبير. يبدو هذا ما يتم محاولة إقناع ترامب فيه، وتم الحديث يعني معه من قبل من أكثر مسؤول في العالم العربي، والفكرة تتوجه أنه يعني أن هناك تطور لكثير من العلاقات العربية الإسرائيلية، وهذا على حد تعبير نتنياهو أن يعني وما أكد عليه ترامب أن العالم العربي لا ينظر لإسرائيل كعدو وإنما ينظر لها كحليف، لكن لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الحلفاء إن لم تحل القضية الفلسطينية، وأعتقد يعني التوجهات تسير إلى هذا الأمر. لكن طيب ذهابوا إلى بيت لحم وليس إلى رام الله وبقاء ساعة فقط هناك، هل تحمل أي دلالات؟ هناك من يقول أنها لرفع الحرج،
يعني بشكل خاص قراءتك أنت؟ يعني هي الزيارة الإجمالية 27 ساعة إلى الأراضي الفلسطينية وإلى إسرائيل، منها ساعة و26 ساعة بقي فيها في إسرائيل. يعني هي يعني نوع من المجاملة الدبلوماسية، كما استقبل محمود عباس يعني وأطرى عليه بكثير من الكلام الطيب بأنه هو الذي وقع على عملية السلام وكل هذا الأمر، يعني يسموه فوتو أوب، يعني لحظة لالتقاط الصور. لكن الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية حديث ذو شجون فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. الكل يتوعد بأن يعني تقديم خطة لحل القضية الفلسطينية. تغيرت كثير من المفاهيم، لم يعد حتى أحد يذكر في البيت الأبيض أنه هذه أراضي محتلة، يتم التعامل معها. حتى أوباما يتم عنها هذه أراضي متنازع عليها. كيف أراضي متنازع عليها؟ هذه أراضي يعني محتلة من قبل إسرائيل. 6000 مستوطنة أنشئت في الضفة الغربية بعد أن جاء ترامب إلى البيت الأبيض. فبالتالي يعني هناك في تفاؤل على جهة، العالم العربي يعني بحاجة أن يوثق علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية. العالم العربي على المستوى الرسمي يعرف أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية، لا يمكن، ستسبب حرج كبير للكثير عدم الحديث عنها. يعني نلاحظ أنه في كل أزمة كبرى في العالم العربي بعد أي يعني تحول جوهري في المنطقة يتم الالتفات ولو جزئيا الى القضيه الفلسطينيه، يعتبروها قضيه يعني تهم كل شخص من ناحيه دينيه ومن ناحيه عاطفيه ومن ناحيه عروبيه ومن ناحيه اسلاميه، كل هذه القضايا. فلا بد من التحرك على يعني على هذا المسار من اجل التوصل الى قضايا اكثر جوهريه. والعالم العربي حتى في قضيه يعني اهتمامه بكل هذه القضايا الداخليه لا يمكن ان ينسى هذه القضيه. دكتور مروان تفضل. انا اعتقد انه هناك الرجل يعتقد انه مميز يعني، وانا اعتقد يعتقد عن من نفسه انه مميز وان لديه قدرات خارقه، لذلك من الواضح انه هو يعتقد بأنه قادر على أن يصنع، ذكرنا في البداية، قادر على أن يصنع السلام الذي عجز عن صنعه كل رؤساء الأمريكيين الذين نجحوا من قبله، لأنه يتمتع بقدرات تفاوضية عالية وله هذا الكتاب The Art of the Deal. ولكن يعني 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 حتى الآن حقيقة لا يعرف أحد ولا حتى ترامب نفسه ما هي الخطة التي سوف تمكنه من الوصول إلى هذا الحل النهائي لهذا الصراع. كل ما لديه عمليا هو أنه متفائل بأنه قادر على أن يفعل هذا الشيء الذي عجز عنه الآخر. تصديقا لكلامك دكتور مروان، تحدث أكثر من مرة ترامب عن صفقة القرن، عن الصفقة الكبرى صحيح لحل صحيح الصراع صحيح، ولكن دون أن صحيح يعطي صحيح أي ملمح أو أي تفصيل عن هذه الرجل الصفقة. الرجل تخلى عن ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي دون أن يقدم بديل عنها. يعني هو لا يتحدث عن حل الدولتين على سبيل المثال، هو لا يتحدث عن الموقف الأمريكي الثابت رغم كل الإدارات حتى أقربها إلى إسرائيل كانت ترفض موضوع الاستيطان أو شرعنة الاستيطان. يعني نلاحظ في هذا الرجل بأنه كل ما سبق هو يعتبر أنه لديه طرفان وكأنه في أي صفقة تجارية، لا يجب أن نحدد النتائج سلفا. يعني يريد حل لكن لا نعرف كيف، ما هو شكل هذا الحل، هذا الحل النهائي. يريد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي أن يجلسا وأن يخرجا بحل. كيف يمكن التوصل إلى هذا الحل؟ لا يعرف. ما هو شكل هذا الحل؟ لا يعرف. ما هي تفاصيل هذا الحل؟ لا يعرف. ما هي مقومات الحل؟ لا يعرف. من سيقدم للطرف الآخر ماذا؟ هو لا يعرف. كل ما يعرفه أنه سيتوصل إلى هذا الحل. وكما ذكرت هناك تخلي كامل عن ثوابت السياسة الأمريكية دون أن يقدم بديل عنها. كل هذا يجري من وجهة نظري في الوقت الذي يرتب فيه لسياسات أخرى. يعني زيارته إلى الأراضي الفلسطينية وزيارته إلى إسرائيل، أنا أعتقد أنها جاءت جزء من محاولة ترتيب لهذا الناتو الإقليمي الذي سعى إلى تحقيقه خلال زيارته إلى الرياض واجتماعه مع قادة الدول العربية والإسلامية. يعني هذا كان أهم هدف. يريد أن يجعل إسرائيل جزء من هذا الناتو، لكنه يريد أن يخفف من جهة أخرى الحرج عن حلفائه بأن يتحقق السلام الفلسطيني الإسرائيلي حتى تتمكن إسرائيل أو حتى يتم قبول إسرائيل عمليا كجزء من هذا النادي. لذلك هذا صحيح بشكل عام. لذلك أنا أعتقد أنه هو يحاول أن يجعل من السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي يسعى إلى تحقيقه عمليا جزءا من هذا التصور الأكبر لمستقبل المنطقة ولعلاقات دول المنطقة مع إسرائيل لمواجهة العدوين الأساسيين الذي يتحدث عنهما وهما التطرف. يعني لقاء محمود عباس به في بداية الشهر
وما كل ما طرحه علي بخصوص العودة إلى ما كان اقترح عام 2008 انسحاب إسرائيل من نسبة لا اقترح علي حسب المصادر أنه يعاد الانطلاق من تلك النقطة، ولكن لم يصدر أي رد فعل لا بالموافقة ولا بالرفض من ترامب. هو ترامب لم يذكر دولة فلسطينية أبدا نهائيا عندما تحدث مع محمود عباس. دكتور برشيد ليس هو من هذا ما اقترحه علي وطلبه منه صراحة لكن الرئيس محمود عباس. يعني محمود عباس له أن يطرح ما يريد. صحيح. لكن الإدارة الأمريكية عندما جاء نتنياهو في شهر 2 مسؤول في البيت الأبيض قال حل الدولتين لم يعد شرطا أمريكيا ولم يعد معيارا أمريكيا. نعم لكن أنا أتكلم أنه مسؤول كان والقدس لم عاصمة موحدة قضية القدس طبعا. قضية المستوطنات قالوا أنها ليس لا نراها عقبة في طريق السلام ولكنها غير مساعدة. عندما وقف ترامب مع محمود عباس لم يذكر دولة فلسطينية، بقي يدور حول قدرته على أن يقود مفاوضات وقال أن هذه المفاوضات ستكون بينكم صفقة. قال أنا سأكون مسهل، أنا سأكون محكم الحكم. نعم هو قال أنا سأكون مسهل محكم راعي. الآن محمود ترامب مصر على هذا الخطاب، والحديث الذي طرحه ترامب لمن انتبه ما حصل في مؤتمر الصحفي مع نتنياهو. نتنياهو تكلم عن حل إقليمي تحالفي ضد طهران، لكن أخطأ ترامب في الفهم فظن أنه كشف سرا أن حل فلسطين سيكون إقليمي، وقال له لمن عاد للمؤتمر الصحفي قال لم أظن أنك ستتكلم عن هذا الموضوع في العلن، لكن بما أنك اخترت أن تتكلم عنه في العلن كشف سر، مثل ما كشف سر مصدر المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية للروس. نعم كشف سر. فقال إذا كان كذلك الحل الإقليمي هو الذي سيكون لفلسطين، ولذلك جزء مما نراه أن فلسطين سيكون حلها إقليميا إن نجحت خططه مش خططه عفوا أوهامه وتصوراته. هذا إذا أكمل فترته. نعم. دكتور عدنان هياجنة طلال عوكل للمحلل السياسي الفلسطيني قال نتوقع أن تكون فترة رئاسة ترامب أسوأ على القضية الفلسطينية من كل سابقاتها. ما مدى واقعية هذه النظرة متشائمة أكثر من اللازمة؟ بالفعل المؤشرات يعني تدل وتقول يعني كل الإدارات الأمريكية كانت أسوأ من بعضها البعض، فبالتالي سواء كانت الإدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية الكل لم يقدم القضية الفلسطينية الكثير. حتى إدارة بوش عندما قدمت أوسلو في 91 وبعدها كانت يعني بعد احتلال العراق وبعد التغيرات الإقليمية التي حدثت في المنطقة. فإني لا نتوقع الكثير من هذه الإدارة. أوباما حتى الذي جاء كان متحمسا وعين مبعوث لعملية السلام منذ الأيام الأولى، وقال في خطابه أمام الأمم المتحدة ستقام دولة فلسطينية خلال سنة. يعني نرفع التوقعات كثيرا، يعني وكأن نفكر في العالم العربي أننا لا نستطيع أن نعيش بدون أمريكا. يعني لا يمكن أن يحدث شيء لنا في هذا العالم إلا بأمريكا، لا يمكن أن يعني أن تتحرر القضية الفلسطينية إلا بأمريكا، لا يمكن أن نتقدم إلا بأمريكا. ربط كل قضايانا بأمريكا، حتى الناتو الآن يفكر أن كل مستقبله مربوط بأمريكا، وهذه القيادة لا تستطيع أن تقدم للعالم هذه الانترناشنال ليدرشيب التي كانت يعني جاءت بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، بأن تقدم نظاما اقتصاديا قائما على العولمة وقائما على الاقتصاد. هذه الإدارة الأمريكية تقوم على بناء الأسوار وليس التفاعل مع الآخرين. يعني طيب دكتور بطرفي أعود لأنه يستمع وصامت، لماذا لم تطرح القضية الفلسطينية بهذه القوة وهذا الزخم وهذا الوضوح في قمة الرياض، وهي المناسبة الأبرز يعني الكل تقارب بشكل مشهود وتاريخي؟ يعني هي القمة كانت بروتوكولية، لم يكن هناك حوار أو أجندة، يعني كان في لقاء وكانت في خطب منتهى الأمر يعني خلال ساعة، فليست هي القمة التي تنتظر منها أن تجد حلا. هذا أولا. ثانيا نحن كعرب يجب أن أولا أن نوافق على حل واحد نتقدم به. الفلسطينيين أنفسهم مختلفين على هذا الحل، حل الدولتين أو بقاء إسرائيل أو زوال إسرائيل، فهناك يعني خلافات داخلية داخل المعسكر الفلسطيني ربما
تجد يعني صعوبة الإدارات الأمريكية في التعامل معه. بالنسبة هذا في تبني للخطاب الإسرائيلي دكتور، هكذا تنظر أيضا إسرائيل إلى واقع المفاوضة الفلسطينية وصورة المفاوضة الفلسطينية. صدقك وهو كذوب، ممكن الشيطان يقول لك كلمة هو صادق فيها. هل إحنا فعلا فلسطينيين متفقين على ماذا يريدون للحل؟ لا، ليسوا متفقين. فلماذا نريد العالم أن يوافق على شيء إحنا ما قدمنا؟ الشيء الوحيد الذي اتفقنا عليه كعرب كانت المبادرة السعودية التي تبناها العرب في 2002، ولذلك يجب أن نصر جميعا على البقاء في الشيء الوحيد الذي نتفق عليه، والسعودية تدعم هذا وتصر عليه، وأعتقد أنه الجامعة العربية أيضا يعني الجميع يتفق عليه. بس نقطة في صالح ترامب، لأن وجدت يعني هجوم عليه، تخيلت أنه هذا الرجل يعني إذا الأمريكان نفسه حتى نتصور شخصية هذا الرجل. هذا الرجل بنى إمبراطورية، ملياردير، سقط مرتين، كاد أن يفلس، يعني هل بالضرورة وقام مرة أخرى. لا، رئيس جيد كما هو رجل أعمال جيد. هذا الشخص لا يقرأ، هذا الشخص لا يفكر جيدا، هذا الشخص يجن آخر الليل، هذا كذا هذا كذا. إحنا نتخيل شخص يعني لا مقومات، لكن لا يكفي أنه استطاع أن يقرأ العقل الأمريكي وأن يفوز بانتخابات، هو أوتسايدر من خارج واشنطن، واستطاع أن يفوز على واحدة زي هيلاري كلينتون بكل ذكائها وكل الدعم الذي وجدته. فلا يجب أن نقلل من قدرة الرجل وإمكاناته. هذا واحد. يعني اثنين، وكل ما يقال عن تدخل خارجي في هذا رأيي. لا أنا لا 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 يعني لا أمارس أي رقابة على رأيك، ولكن حقائق. أضيف حاجة، مش وحش إن الإنسان يروح إلى منطقة بدون خطة. يعني نابليون كانوا يسألوا الجنرالات ماذا سنفعل في هذه المعركة، يقول سأعرف عندما أصل، لأنه أحيانا لا تكون الصورة واضحة مقدما، فيجب أن تنتظر حتى تصل وترى أرضية المعركة ويذهب إلى المكان ويفهمه في بعض الحالات. طب ماذا فعل الذين خططوا مسبقا ووضع الحلول لم تتحقق؟ طيب، يعني أولا أنا معكم يجب أن نبالغ في كل هذه القضايا التي طرحتها دكتور خالد بطرفي. الوقت لا يكفي للأسف. دكتور مروان، هذه الجولة هل رسمت ولو بشكل مبدئي ملامح توازنات جديدة في المنطقة، خاصة مع الحديث عن إنشاء تحالف نسميه ما شئنا، سني معتدل غير ذلك، تحديدا ضد إيران ومن يوالي إيران؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني ممكن الحديث عن، يعني بدأنا بالسؤال ربما في هذه الحلقة عن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة. أنا أعتقد أن مجرد هذا الدور الأكثر فعالية للأمريكان في المنطقة، أنا أعتقد نعم يعني أحدث نوع من التغيير. لكن أنا باعتقادي أنه ما زال ما يسعى إليه الرئيس ترامب، اعتقادي ما زال يحتاج إلى الكثير من الوضوح، وما زال يحتاج إلى بعض الوقت حتى يعني ترتسم معالمه النهائية. هو جاء كما عرفنا، وهذا ربما إجابة على السؤال لماذا القضية الفلسطينية لم تأخذ حقها في مؤتمر الرياض، لأن مؤتمر الرياض كان مخصص تحديدا لموضوع الحرب الإرهاب. يعني هو جاء عمليا لمناقشة موضوع وحيد، لا يريد ربما أن يتحدث في موضوع آخر غيره، يعني موضوع عزل إيران بطبيعة الحال. فأنا أعتقد أنه تركيز تم على هاتين النقطتين. أنا أعتقد الآن فيما يتعلق بهذه الإدارة، بدون شك هي تسعى إلى أن تبني هذا النوع من التحالف الإقليمي، لكنه من جهة أخرى لمواجهة إيران ومواجهة طبعا تنظيم الدولة والمنظمات الأخرى، لكنه تحدث في أكثر من مناسبة خلال هذه الجلسة بأنه لا يجب لأحد أن يظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستقوم بهذا العمل، أو هي التي ستحمي أو تقوم بحل مشكلات أو التحديات التي تواجهها هذه الدول. على هذه الدول أن تواجه تحدياتها بنفسها، أن تقوم بحل مشاكلها بنفسها، بعدما وقع. لأنه واضح هو، لكن في شيء أعطاهمياه. يعني لا ننسى أنه ترامب لم يذكر حقوق إنسان، ديمقراطية، صحيح. حرية، صحيح.
حقوق مرة في خطابه نهائيا اطلاقا على عكس اوباما طبعا، ولو انه كان اوباما واضح انه ذكرنا خلال الحلقه بانه لديه تصور معين لكيف يمكن ان تكون عليه شبكه العلاقات الاقليميه خلال المرحله القادمه. يريد للعرب واسرائيل ان يكونوا في خندق واحد في مواجهه عدوين اساسيين هما داعش وايران. هذا ما يسعى. طيب هل هناك اجماع؟ لكن هذا لن يكون بالامر السهل من وجهه نظري. طيب هذا الامر يعني مجرد حتى الان يبقى في اطار التصورات لانه هناك عقبات وتحديات كبيره. من بين العوامل التي تجعل الامر غير سهل كما تقول دكتور مروان، انه هل الدول المعنيه بتشكيل هذا التحالف كلها تتبنى نفس المواقف تجاه العدو المشترك؟ هل كلها مستعدة يعني للانضمام والفعل داخل هذا التحالف بشكل بنفس الوسائل؟ أنا أعتقد أن بعض الدول نعم، هناك بعض الدول واضح أن لديها استعداد كامل للذهاب في هذا الاتجاه. أنا أعتقد هناك دول أخرى أكثر تردد وأكثر يعني قابلية لأن تناقش هذا الموضوع من دول أخرى. ربما بعض الدول ظروفها لن تسمح لها بأن تذهب بالسرعة التي يطلبها الرئيس الأمريكي، وأخرى لن تذهب بهذا الاتجاه من وجهة نظري. أبدا هناك تحديات كبيرة، لذلك لهذا قلت أن هناك تحديات. غياب أردوغان وبالتالي تركيا عن هذا هذه القمة دكتور عدنان هياجنا، هل يحد من طموح تركيا ربما في المنطقة؟ هي ليست مسألة طموح، النظام الإقليمي هو مرتبط بتوزيع القوى بين أهم الفاعلين في العلاقات الدولية. الترتيب الإقليمي الذي جاءت به إدارة ترامب وبشرت به المنطقة هو إعادة المنطقة إلى ما ترتيبات النظام الإقليمي التي كانت بعد عام الثورة الإيرانية حتى مجيء ترامب. لم يتغير الشيء الكثير، تغير شيء واحد وهو أن تكون العلاقات الأمريكية سيئة في لعبة صفرية، العلاقات الأمريكية الإيرانية سيئة في مقابل لعبة صفرية في إعادة بناء أو رينفنت الحرب الباردة التي كانت موجودة في المنطقة. هلا فيما يتعلق بكثير من صفقات الأسلحة والتسليح، هذه كانت مطروحة على الطاولة وأوباما طرحها لكثير من الإدارات العربية فيما يتعلق بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني. لا يوجد شيء جديد في هذا الموضوع. فيما يتعلق بتركيا، تركيا ستبقى دولة فاعلة مهمة، هي تعتبر من أكبر 20 اقتصاد في العالم، من أكبر القوى، وبالتالي سيكون لها تأثير في موازين القوى في المنطقة ولن يتم الكثير. يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ترتيبك في النظام الإقليمي هو مرتبط بالقوة الاقتصادية والقوة العسكرية في ظل توزيع القوى العسكرية والاقتصادية لأهم الفاعلين، وبالتالي المنطقة مقبلة على مزيد من التوتر بدل التهدئة. دكتور أسامة باختصار إذا سمحت. نعم قطعا المنطقة مقدمة على كثير من التوتر لأن هناك أجندة مختلفة، بل أنه خطاب ترامب لم يحدد العدو فقط في داعش وإيران، إنما هو وسع دائرة العدو لتشمل حزب الله وحماس وكل فكر إسلامي متطرف بين قوسين. من هو ما هو تعريفه؟ أظن أن هذا سيخلق يعني نوع من 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 الخلخلة في بنية في البنية الأمنية للمنطقة حتى تستطيع. أنا لا ألوم الإدارة الأمريكية الآن، أنا أقول أنه لابد أن يكون هناك مقاربة عربية دفاعية أمنية واحدة حتى نستطيع أن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا. بدون ذلك نحن لا نملك احتياجات المنطقة وتعتمد بشكل كامل على قدراتها. نعم. لأنه استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة أمر واحد فقط. أنا كل الحديث يتم في المنطقة عن محاربة التطرف وعن الإسلام المتطرف. لم أسمع لا من الرئيس الأمريكي ولا من أي قيادات المنطقة ما الذي سيقدمه العالم للإسلام المعتدل. سؤال جيد جدا. نختم به. شكرا لحضوركم مشاهدينا، لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا هنا في استوديو الدوحة، الدكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، والدكتور عدنان هياج أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر. وهذه تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.